عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة شرم الشيخ. وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الطيران المدني وفقا لتوجيهات الدولة في هذا الإطار بشأن زيادة الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدني. وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ لإقامة مدينة ترفيهية، وبتكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات.